الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير الورى محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. فصل في أوقات الصلاة. صلاة دي المكتوبة لفرليا لوقت يدير وفسليا وقت قال لتكون كرو شنت الصلاة مدي ولا بوقت جيري. الله قرآن كيسي وحكو يري إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صلاة وي أحاتي على المؤمنين مؤمنين رضسوا كتابا فرضا أو موقوتا موقتا لوقت يي لا يتقدم ولا يتأخر. مركب مذولة بوقت كيسي أن أغانينا لتكون كاروشانت الصلاة دوت. كو أول وقت الظهر، ظهر وقت بلاوي زوال الشمس قرحة الزوريتان كذي ويك، وآخره ظهر آخر كين مصير ظل الشيء، شيء كاستحركي أهاضو مثله مثل الشيء نغضو غير ظل الاستواء أكاشها هركيسي أنكتشرين. كو ظهر بالغو بلاوي ظهر محا ظهر لو يري لأنها أول صلاة ظهرت في الإسلام وصلاة كواد وإسلام كالدهد أي كالظاهر تيتكو شاد هبينك النبغاني لدي المييي صلاة الصباح ملا تكونو هدي علمي با لسوغه اللو وعيو جبريل با لغا وردورهي ظهر كيبا مركز صلاة لغب اللاوي وحد ظهر لولي يا هيبة لأنها أول صلاة ظهرت في الإسلام أو ظهر وحلولي في وقت الظهيرة ما لوين تي وقت قاذبة لتكونه سداسة ظهر لولي مرك أول كي زوال الشمس بان ليك زوال الشمس مرك للي يا هي زوال كالنفس دي سماء عقب زوال الشمس و شمس هذا مركز زوشو إرب تاديوا صدى نو ظاهر يسو رأي العينكو مركز وقت زوالكو نفتيسي وقت الظهر كمدمع وكبح سيهي زوالكي مركز حصل إرب تيسي زوالك إرب تيسي وقتك بقرهياك آهي آخر الظهر نمحون لغناك ذل الشيء شيء كست مصير ذل الشيء شيء كست هركيس مثله مثل الشيء شاخص كستو وح كستو تاغن دربية دا ايو عادق نفس دا دا ايو اوش مركي لقطوميو لتاغا ايو انتا اردن هر كودي مركي لمد نغضان اسكمد اي نغضان وليبا مثل كاس وحا لغا فيرين غير ذل الاستواء اكاشا هر كادي ان كجرين ذلقو ذل الاستواء اللي يرادوك ايا جيرو ان لغو حساب تامين الان قراها دو واض عرقتاي آهي مركو واقع بري وي ليرتهاي آهي مركا آهي ويسو قابن ايسا ويسو انتي قول هذا بسوط ايضا ويسو قابن ويسو قابن ويسو قابن هوستاذي كسو قرر ايسا آهي هوستاذي اي كسو قرر ايسا مركي سو قرر تو هوستاذي هوستاذي سو قلي ذل الاستواء ليرا هذا قارن سوى إسكت دير وآد بقو قابن إنه هوست هذا كسو أوراني بوظهر كإسلو هوستي وإسبدليو حق البيت كي آدي ماشا مركا ذي اللي قاس على الجرى قبي كيسبا مركا وحاو إنكارن عصر كوقتك وقلي لها أيا مشاكل بدن كتاقين يهي أوقاتك لو إسكا عدهاي أوقاتك لو إعدهاي ذي الاستواهانا مركا مرنا كبتو قدر كيدو اللي إقياهي وهل غجرى مركي لغا جارو وهي صوهري شاخص كمثل كإلي لغضان مرنا كبتي واكبذيني مرنا كبتي وكبضنان هيا لما كبوت قدر كيوذو اسكال نغن كرا سدح كبوت قدر كيوذو نغن كرا حتى وكبضن كرا انتاس اوقات دي بولا صعونو كتابك ابي جوريك اما شراهدو حيليهين بالكستة نظام بكسو عنا يبلكست بشان
wuxuu ku socon mathalan ba kabto qadarkeeda laga jara wixii soo hor isku bisha kalena kabti ama wax ka yar ama wax ka ziyadsan ayuu noqonaa bisha kale isbeddel yar baa u dhaxayn haya asarka waqtigiisa baa marka u dhibadan mar hoosta idoo iska dheer on asarka galin baa la arkaa marka hoosta aan sidaa u dheereyn oo asarka iska galeyna waa la arkaa dilil istiwahaasa yaa xukuma dilil istiwaha markii laga jaro shay kasta harkiisa ay la sinaada aakhiru aakhiru dhuhur masiru dhil shay shay kasta harkiisa midlahu midla shay uu noqdo gayra dilil istiwa akaashaha harkiisi aan ku jirin markii dilil istiwaha la gooyo wixii soo haray shaakhiska wixii saa u taagan harkoodi markay isku mid ay noqdaan dhuhur meeshaas uu ku dhamaaday asr markaas uu galayaa marka dhuhurka waqtu fadilu leeyahay waqtu ikhtiyaar buu leeyahay waqtu jawaas bila kiraaha ayuu leeyahay waqtu tahriim buu leeyahay waqtu daruuru leeyahay waqtu cudur buu leeyahay intaaba inaan ogaan wali wadul idraak iyo culimada qaar ku dareen todobadaas waqtu fadila waxa weeye أول الوقت رضوان الله وأوسطه رحمة الله وآخره عفو الله أي حديث دار قدر وريبها وقت فضيلها هدي أتكتو وعلغا ثواب كامل بدن وهي كدن بايه بدل سمايه مركو وقت فضيلة إلى تكش شغلون تصلاة بالله وغيري أسباب الصلاة ويسيش سيجي أذكي أورد لقريئي مركو هرأي أتكاقش إلى ويسيش سيقب تشرد معه حتى شغل أو خفيفة لقمته أو شرعي أدعنته لركتش بأن يشبع الشبع الشرعية لركتش شرعي أهي امتلاء ثلث الإمعاء بالإلاء من دارك يالك أيا سديد يتمن تاكوا لحن الضعامك لحن الشرابك لحن النفس الشدوة مرك أنت كسنا الله حذيني أنت ذاذي وعني حتى مرك وقت قبل الصلاة فضيله ما تبيني سال لي وقت فضيله لي هذا انت مركي لغا غدبنا وقت اختيار باب الله مهيك وقت اختيار ايا بالله مهيك حركي او نسكاغي او كل كسو اد الظهر وقت جواز بلا كراهه صلاه اني دعدو ايدو كراهه اهي فضيله مركي لا فارغو او وقت اختيار كو خغي لا فارغو مركاسنا ايو غل هيان وقت جواز كإسلام مركز وقريب على اللي هي وقت حرمة جلو وقت حرمة أي جلة صلاة مع الآخر قدر الأفر كان الظهر كبل لقى جاري كريم وقت ضرورة جلو آخر الوقت وقت آخر كي سدي مواليد أي زوشو وحكى باقي أنا تكبير الله أكبر قدر كذا أصر كي أوكل وقت ضروري هي أصر كل لغم بال اللي هي وقت العذر نواليه وقت العذر كيسي هذه وقت العصر لمن يجمع جمع تأخير وقت ضروري وقت عذر مرك الله سداس مرك عصر كحك مرك وأول وقت العصر عصر وقت بلاوي إذا وقت وي صار ذل كل شيء شيء كسهركي مثله مثل شيء ونغض ذل استويه إذا وليب لغجري ذل استويه إذا لغجري وليب وزاد ذله قليلا إن يرن أول زيادة وزاد قليلا تحبس إسبرة حبسين للو بدا مؤغي هدي ذل الإسيوان اللغجر ويهي صوحر إسكوميد أي نغدان هدي وزاد قليلا وبإسكي جهي بمركاز وآخر وآخر الأصر غروب الشمس ورهضو مركي دعضوه عصر ما عصر باليري محا عصر لويري لمعاصرته وهو الله حرير بالغروب الدعتان أي الله حرير ساسا عصر لولي هي. وأول وقت المغرب مغرب وقت جي بالله جي لغروب الشمس قرهضوا إنا يدعضوا وهي مركا يقرهضوا يدعضوا وقت جي مغرب كي واجب وقال لي هاي مد ولبا فضيلة اختياري أيو يا لنا هي وآخر وآخر المغرب مغرب آخر كي لغروب الشفق نور كي الأحمر جدود كهيلو بابا أو قلوا هاي ولا وايو وأول وقت العشاء عشاء وقت جي بالله جي غروب الشفق نور كي قالتان كي والأحمر جدود كأها وآخر وعشاء آخر كذا لضلوع الفجر فجر دلشيدي وأصادق أرد الشيء هاي انتاس أيضا أوقات تضبع
وقت فضيله يا وقت اختيارك يا وقت جواز بلا كراهة جواز مع الكراهي وقت الحرمة يا وقت الضروري يا وقت عذري آهي أي يا لنيسا آهي صلاة عشها وأول وقت الصبح صلاة صبح وقت هذا بالله وطلوع الفجر فجر دلشلي وأصادقي أرنت الشيقة هي كاذب كأترازي وآخره صلاة صبح وآخر طلوع الشمس قرحة دلشديري أي وآخر نغنيسا شنطان صلاة دوت أي إلهي النصاري بالليه هي حق عمل فلك وشن صلاة دوت حق ثوابين تنوا كنت صلاة دوت بالليه هي وهدية من الله وحال ليري شنطان صلاة دوت نبي يدي أو نبي جاني كهري شن نبي أيام مدلبة متو كذي بالي رادك ظهر كا هاي وحات كذي بالي رادك هاي نبي داود آيات كذي قصدي أو هاي امتحانك مركل الامتحاني هاي أيو شكرا أيو أتو كذي بالي رادك عصر كان النبي سليمان باتو كذي بالي رادك هاي اسنا امتحانك قال امتحان خاتمك يو صخر المارد كحد هي اسنا دباش يسرخ على السيئ يو اسنا شكرا بو عصرك ايو اتو كذي بالي هذاك مغرب نكو نبغي او مغرب كو تو كذا نبي يعقوب ايو اها بالي لي هاي ظهر داود بان كشاغل عصر النبي سليمان مغرب النبي يعقوب عشان النبي يونس ومركي ملايقي اللغي او مقديال لحظوذي آهي بدي ومجد آهي علاشي ومجد من الأرك ومجد آهي إيش مركز ليلكي وآهي هبين وآهي مجدي وي آهي السنة آهي شكرا بو أتو كذي مركز إلهي كسو داي حبس قاس مركز لكسو داي إذن شكرا بو عشو أتو كذي بالي ليه واتاهي صلاة الصباحنا نبي آدم باتو كذي بالي راداك آهي إلهي مركو كتو بأقبال إذن شكرا أيو أتو كذي بالي راداك marka shanta salaadood oo shanta nabiga ay kala tukudeen ilaahay baa noo kulmiye ummato muhammad baa lagu azumayo lagu sharfay baa la yiraahdaa ayaa lagu sharfay ay kitaaba waxaan ku arkay wuxuu yiri saddex shanaad shanna wuxuu yiri jirka la bara shanna arabka la bara ayuu yiri kitaaba markaas aad uga hadlahayaa oo nasiixada ka hadlahayo shanna qalbiga laga jaclaadaa شن جيركا الله برسن او واشنت الصلاادود شن عربكا الله برا او سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم شن تا كلمه باقيات الصالحات بالالهه عربكا او بدنادو يجي عربكا او بدنادو شن ادون الهي ابو رينا ولا جعل عذاب الهي درتي با لو جعل عذاب شن والنبي محمد وخليف كيسي كوات أبو بكر الصديق وخليف كي اللبات عمر بن الخطاب وخليف كي سدحات عثمان بن عفان وخليف كي أفراد علي بن أبي طالب ينبغى اللي سكوت دارينا واشان إلهي درتي يا لوجع على هذا بويك سدح الله شانوت عذاب كاللوغة بتبادة هاي كتابا كو أرك كو أشياء اللي لذو قرن قرن وإنكار كل عادي أبو بكر بي آيان وعمر بي آيان قبله هودي بي آيان ونبغ حاسسكي أها بي وحكا شاقا إسلام وي شاكتان ومسلم الله وي جلادا وحي ينقر المهين قرن وي وحي انكار كل عدي وي مركب مؤمنين ننك هدو مؤمنية مؤمن ذي مؤمنان أهي أبو بكر نوا آينا اسكو مهالي سيد عمر آينا مؤمن نوا أهي مسلم أهي اسكو مهالي سيد marka sada way marka shanta salaadood inta way waqtiyadoodi inaan ku dheeradan diidi mid walba waqtigiisi oo u leeyahay hoos uu ku qoray yahay waad iska fiirsan kartaa al ashfaq thalathah nuriyalka oo salaada lagu ogaanahay thalathah saddah way waatahay oo salaada magrib ku ka hadlaan al ashfaq nuriyalka thalathah saddah ahmar mid gudud ah markii magribka la gaaro nuurku ko gudud ba soo bilaawma waxa ku xigaya wa asfar nuur oo boorusan oo jaala hadana waxa u dambay wa abyadu nuur cad horta sada markii magrib galo cishii baan rabnaa si aan ku ogaane mo al ahmar wujudul ahmar ahmar helitaankiisi
maghrib way wujudu maghribin ahmar intu jogo wa iska maghrib alay wal asfar wujudu al asfar asfar helitanki اي والابيض ابيض هلتانك الى عشاء وجود عشاء لغه الاساد مركو مغرب قالوا غدود انتو جيرو وا مغرب عليه جالو اسو بدلي سو ما اها عشوا او اتابع مغرب انه يحي جيرو كولتت هاي مركاس ادو جالي بو كباباي اديب اسو بدلي سو ما اها وا عشو مركاس لبدان اسري ابيض عشاء لكن ها هاته يندب تاخير صلاه العشاء سدنا بغيرو سمين جلي صلاه العشاء ان لا اخره الى ان يغيب الشفق الاصفر والابيض الى متى نورك جالها لغا وايو ابيلك لغا وايو ان لو يركادي جريتانك وي جيرتا وبا لغو جليه سدا وناغسن نبغيرو ااد وجعلان جلي وكو ددال جلي الى هوغا هوري ان لغا غلين العشاء شفق اصفر كا اي ابيض كا الى اي كبابان لو يركاديو فصل في صلاه المحرمه صلاه الحارث بيب وفصل يهي من حيث ميل الوقت والفعل حاصلان ايهين حق وقتك يا حق فعلك وحق تعلو اذا لو شيغي مرك وقتك يا فعلك تحرم الصلاه بحرام لو صلاه مطلقه وي سيده هذه الصلاه نبغاري وحو جري خير وي نينك ربوها اسك بتصد كان ربنا هيا رئيس شنت الصلاهات وبواجبك رون من اركان الاسلام بويه كواس لكن كوي صلاه اسك نافله اهبان ترسنين مطلقه ما ترسن ويلغا واسك تكون كرتو اسك ودان كرتا لي ادي صلاه هر اي هبين صلاه با اوتغنان كرتا وها اسك هرن كرتا لبا ركعات وها هرن كرتا افر ركعات توبنا اسك كل هرن كرتا بقول ركعات اسك كل هرن كرتا تاك تادي بي كو هرنت مركز حيرتانا لبا ركعات مركز تكوت وا تحيات هذا وادك هذا وا لبا تكون وا تحياتي تمنك مركز مبتدا سا كو سلام نقصن بقول كده صدا قوة اي هذه لبا لبا اد كدغتانا والفصل الاولى من الوصل واي مركز مركز صلاه دي صدا اهي شل ميلود ك الهالي مركز شل ميلود ك الهالي وا ويس قبا وا اسك تكون خيرا بتسنا شل ميلود ك الهالي تحرم الصلاة بحرام لغنيس التي صلاة دسو ليس لها سبب أن لهاي سبب كو متقدم حرمري أن لهاي ولا مقارن سبب لها رسلين أن لهاي إلا تكدا حرام لغن في خمسة أوقات شل تحرم الصلاة بجار مجرد لغو تعلو جن تحرم الصلاة بحرام لغن في خمسة أوقات شل ميلود إن صلاة مطلقة لتكدا وحرام التي صلاة دسو ليس لها سبب سبب هاواي سبب متقدم فائتوا الله ركعتك اوقاتا ولتكون كره او صوت الى ان قد لو يس ما قال هي صلاه ما قال ولا دي هي سبب كدي واه ما هي الوقت الماضي ويكاتك فائتوا فر اليسون وهي اهاتبه نبغي يعني بعد العصر بو افرت كدي سوما مركي لو ويدينا واكوي بعد الظهر اها وهي انت كجري يي اهيد بو ينب فائتد waxaa la mid ah manduurid iyo muadid ya la mid ah waatay ama sabab mutaqaddim ee sabab muqarin salaatu ar-rabdon ama midowaadki salaadiisi ay sababtoodi ay sabab muqarin alayhi wa la tukun kara aw haaran ma ah markaas waxaa la diida sababun aw mutaakhirun ba la diida صدر ركعة الإحرام أوكر لابدي ركعة أو إحرام كمركز صلاة حج إن أظهرت أدول أما عمره إن أظهرت أدول لابد ركعة ضوء بالله تكودا لابد أسي بعد العصر ما لتكون كرو بعد العصر إلا سبب كوضا متأخر وهي إحرام أو مركز تكود كبعد بعد حرين ربطة سوما مركز حرين ربطة عصر كله إسكت تكون مركز لإسكحرو لكن بعد العصر أدوكتا لابد ركعة ضوء حتى تكونا وركعت الإحرام ما يواب حرام عليه سبب متأخر لما أقوله سبب كمتقدم هذا صدق فائتدي مقارن هذا مركز به كل جوج صدق رب دونك يقرأ حمد الوات في أكله شنتا ميلود مركز لغما إلى علناي صلاة الصدق صون مقع على هين بحرام لغم في خمسة أوقات وقت يشن التحدودي
إلا تكودا حارم لغنيس كو عند ضلوع الشمس شمسة دلشين إذا أكتب من هاي الوقت ذي وقت ورا هذا مركي صوت على نيس حتى ترتفع إلى صوت الروت قدر الرمح ورن قدر كيس ورن كي أربعة رمها جوا حيكون شيء عن علمه تضبط الدولة بذراع الأدبي مركي ارتفاعيس أي لا صوص لعط وما شاء الله قطهم يقرأ هذا كؤاد كيري أما ما هي الروح متوازنة مركو ديك تصاره هل كان أصاره أو قرأ هذا كؤاد أي كؤاد يسو ساسا قدر الروح متى أي فقه ذو جلاد الرأي الآن كلي واحد أما هذيك الأربعة أدرو هذي الوقت أدرو ذراع العمل ياردقي برتو حلقو ياردين هي يا لولي جيدا واتاها مركو حيث الوقت حق وقت قواد وعند الاستواء نسداس أوكلا حق وقت قبل لغهد وراه ذو مركي سمد برتن كذي أي كنت أجنت ولما في غير يوم الجمعة الجمعة ذي يوم كذا غير كي وياه إن صلاة مطلقة وويسقطاية إسكتوك حرامه حتى تزول إلى أي زوشه آه مركي زوشه الظهر كي أقله مركا أمبالة تكون كلال اللي هي وقت الاستواء وقت لطيف وي والصلاة لحظة هذه اللي تكون مبس لكن إحرام كسيره بهي اللي مركا معلنت الجمعة عند الاستواء صلاة مطلقة إلا تكذاي حرام وي وعند الاسفراء برود أكت هذا الشمس ذي وراح ذي بروز تقول جعل أكل النقط إلا تكذاي حرام وي حتى تغرب إلى أي دعوة سد هذا وحيكوت على وقت بيكوت على الوان عند طلوع الشمس وعند الاستواء وعند الاسفراء وهنا فعل بيكوت على الوان فعل أي كنت تعلقها وبعد صلاة الصبح صلاة صباح مركاتك تكبعد صلاة مقع الاوية لم تكون كره قد لو أعلم بهم كره راتبة إذا جماعة كجرتاء تمدوا الله قبستي وراتبة الصبح وقبلي إذا أهيد وعلم تكون كره وقت غير وقت الجواز أما وقت اختيار بعض أبوية وعلم تكون كره لكن صلاة مقع الاوية أيان لتكون كريم بالي بعد صلاة الصبح صلاة الصبح بعد جيل وأذات كذي أقول هذا أن تكوني بعد جيل ما بحصل حجبا هرتين صلاة الصبح تكوت كبعد دي أتكوت صلاة مطلقة ومقع على وع ما لقوا أقول بالي ليه صلاة مقع حديثي إمام مسلمي تلميذ النسائي هو يبنيه سدح بيلود نبقى وانا غرابي إن أن تكونوا أما قبورتي أن أصله مراهض مركي طالة ليس إلى أي سوكر لغتية وقتكو برتنكا عند الاستويه إلى أي زوش الشمس هذه مركي شمس دور أي ودواتو غروب أي ودواتانا رواه مسلم وبعد صلاة الصبح فعل كيو مركي تكوتو حتى تضلع الشمس إلى قرهضو أي دالتان وبعد صلاة العصر هنا عصر كسلادي كبعد إلا تكوذانا حتى تغرب إلى أي دعضانا فعل واي واتكوذي صلاة عصر كبعد صلاة مطلقة أواب ويسقبتها إسكت كؤن لكن قال الله وابهن كرتها فائت توكل صندا أو وقت جاذي كرافة الواس هذا واسو جودي كرتها أما كسوف أو سبب بقارن باكر ولا تكون كرا لكن صلاة المغ على هين ومطلقة اللي رداء أم بل تكون كريم وي معنيه لا تصلوا بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس ولا بعد صلاة العصر حتى تغيب الشفق رواه البخاري ومسلم فصل في بيان سكتات سكوديالك بيان كود وفصل وفصلات كسقنا عمسلان عمس هذا اللوجيد وحوي سكود أو مجرد ما وأوان دونتا وحنا سكود مجرد أوان وحنا سكود لولا مجيدو سكتات الصلاة الستة ماشي إن لا ير عمسلس ولا يصلاة لا هذي لحوي كل جود اللطيف بقدر سبحان الله بعلى عمس إلا آمين إيو سورده حق إمام مركو ولا الضالين إمام جرادو آمين تأي دعضو فاتحة بعد ذلك سورة صلى الله أخريو إمام كو أكاثير وإسكاء مصنع فاتحة قدر لغا أخريو أما مؤمن تو أي أخريستان قدر كيبي أيو آمصنعنا آمصنعنا تاس إسكي جره شبو إسكاء هانا ماه وأكاثينا لوا شبو هانا ماه انت فاتحة قدر كيبي لغا أخرينا هيا وهو أخرنا أسنا دعاء أسر أما قراءة ولي بقول قراءة أولى فمعنى سكوتي فيها عدم الجهر لوا
Mungkin sibuk iskahana ma. Khosu habu ka akhir sana. Ila fataha qad keedi ma mu'minta ay ka dhamaystaan. Markaas suurada gudaha gala. Sukut kaas isiga adamul jari baa loo jeeda. Ayar hoos ha ka akhriso du'a ama adhkar ama Qur'aan hoos ha ka wato. Markii qadr al-fatiha oo mu'tadile ay dhamaato ay akhristaan. Marka ka baad suurada gudaha galo. Saqtatu salati sittatun bayna takbirati al-ihram. Harmashada takbiirta baad geedi loo jeeda iyo bayna du'a al-iftitaah wa qabla al-iftitaah. Iftitaah hortiis. Allahu akbar matri. وجهت ظهره الله اكبر وجهت ماهد الله اكبر دوه اموس مرك اسكا اموس مرك الله اكبر تراد اناد اموس تا لغا دونهيا واطه كبعد وجهت وجهي للذي فضل السماوات اتراد لبدا ايدود با مشهور او صح الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيهنا وكو حصل استفتاح سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر هذا تراد وجهت وجهي دي ايد دنب بدل كده ويكون لغن أما الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا أما دعوك لو اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل لي بالماء والثلج والبرد رواه البخاري ومسلم دعوة صداد أخي سنة افتتاح وإن لغن إيسا بأي شيء أتكو افتتاح دعو خيرات كان افتتاح ويكون لغن بالي بين تقبيرة الاهرام يودع الافتاح قدركو الا قليو سكوت هذا اللوجي ذو حوي قدر بالا عامو سوا اي قدر بالو كادلو انت هياد اخري سنة يساك واتاهاي مركات الله برتنا بقدر سبحان الله اياد وجهت ذو قد قليسا بقدر سبحان الله با لو نهي سنة تن لطيفة واي سكتة لطيفة بين تقبيرة الاهرام ودول الافتاح وحوغا كبعد قد قل وبين الدعاء الافتتاح والتعود افتتاح دعوديسي التعود بينك وذنه ولا عامصا مركز وجهت وجهي ايده كلا اضميسو اي اعوذنا سكته لطيفه بقدر سبحان الله يا للي مركز وجهت اي اعوذ اي مركز لسنينهيا شن شروط الرب مركز وجهت ذا ما لو باهن مر وجهت وجهي دي ان صلاتي اي كا حارنتوي ايا جرت اوغو براريك كو هرت مر شن شروط الرب سوما شنت الشروطة إن هذا كعبسر وقت الأداء فوت وقت الأداء صلاة بابا كاتجيس كجارس ركعة الله كده مركا الله ذا صلاة جبابسي أي تهاي وجهت لسكم شغليه الله أكبر مركا ترى ذو فات هذا هري كجودجل هذا سكوت كماش وكب حيا أي صلاة بابا كجارس هالك ركعة ذو ويمك وجهت مركا ملا صلاين بل تهرمو ويبحار توي هري أجودجل فات هذا بار ليه labaad waxa weeye maamuumka hadii baad al-faatiha kala taga imaamti hadaa wa ka taga sidaa maamuum atahay iyaduna wajahatu wal iska dhaafa mid kale waxa soo gaartay fi qeyr al-qiyam inaad ku soo gaarin hadii isagoo fadhiya at soo xirato isagoo fadhiya ku soo xiratay wajahatu dumaysh wa ka baxaysa leeyahay laakin atahayaadka isagoo fadhiya soo xirato adoo fariisani bu salaam loqsaday wajahatu waqtigaadi waa la joogaa leeyahay وليما وها شرطي اعوذ الى ذو غد قال ولو سهوا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذه افكا كاغ دحو وجهت دبه ام نقليس وا فاتحه لك خجيسنيس كلا صلاه الجنازه واين اهاني صلاه الجنازه الى وجهت ما لها لديه لكن اعوذ ماشي وجهت مرتبه اعوذ مريسا لكن صلاه جنازه تعوذك والوس ليهيد تعوذك ايده والوس ليهي تاس ويكو كلا تغين بالليه واتاي وبين دعاء الافتتاح والتعوذ للسكوت بالسوليه وبين الفاتحه والتعوذ مرك يعني وبين التعوذ والفاتحه عباره هذا مقلوبه وبين الفاتحه فاتحه بين كذي والتعوذ تعوذ بين معناها بين التعوذ بعد التعوذ وقبل الفاتحه سكوت ايا للسوليين وبين اخر الفاتحه فاتحه اخر كذي اي وامين بين امين السكوت بالسوليه بالليه اهي امين افر لغه كبنان بالليه أفر اللغة يا كبنان آمين ومد اللي يقانه واهي من قصر بالي لا داو آمين ويك من آهي آمل ويو آمين أيا لي لا داك من خلافة كجلو مين تو الله شدو آمين لي لا دواي واتاهي وبين آمين إبو الصورة آمين إبو الصورة لحظة وضنا سكوت
ayaa la sunayay macnaa sukuud baa la sunayay markii leeyahay aamiintii ma tiri suuradiina hore ha ka gudgalina qadarku tanafus samee biqadar tanafus wa bayna suurati warukuu wa sukuud baa la sunayay macnaa in shaaniya ka abtar allahu akbar ma aha wa hoga in shaaniya ka abtar markaa tiraado qadarku hako markaa ka bacdi allahu akbar سكوت كل شيء واسد هذا سيقوم والله سبحانه وتعالى أعلم. اللهم اجعلنا تائبين سالمين غانمين فائزين مستبشرين بالجنة مع عبادك الصالحين وصلى الله على خير ورى محمد وعلى آله وصحبه وسلم.